مين اللي هياخد باله من ملك بعد ما تموت قريب ان شاء الله؟ ايه دي الملافظ دي؟ ايه دي الملافظ الساعة؟ حاضر. ايه لما تموت قريب؟ كلنا هنموت يعني، ما ابويا مات يعني. الله يرحمه، الله يرحمه. الله ابوك ده منصف، كان اكتر اخ انا بحبه. الله يرحمه، ما كانش بيعز عليا اي حاجة، يبقى معايا فلوس اروح اقول له هاتي اديني. وانت معاك ليه تروح تقول له هات؟ اخويا. يا سلام، انت بتقف جنبه وانت بتقول له هات. يلا الله يرحمه. الله يرحمه، والله زعلت عليه زعل يا ده. قعدت بتاع يومين عيط عليه. تحاسب العياط على اخوك؟ يومين قعدت تعيط؟ لا طبعا، بس انا استهلكت بقى مناديل ورق، كنت جايب كيس من بربع جنيه ده اللي بيتحط في الجيب. استهلكت نص كيس. نصه؟ وسايب النص لما اخوك اكرم يموت، صح؟ لا استهلكت نص كيس وقعدت امسح بكم بعد كده بقى. يا توفر. يلا ما لازم تعيط، ما انت السبب في موته. انا السبب في موته؟ ازاي؟ ازاي مش الدكتور قال لك الحق اخوك بيضيع مننا وعايزين له كيس دم؟ ما عايز كيس دم لاخويا. ايه ده؟ الجمله مش كده، الجمله كيس دم لاخويا. لا ده عايز كيس ده، كيس ده. ايوه ايه يعني؟ ابوك الله يرحمه اساسا كان ارفع منك، لو شقته وعصرته. ايه هو انا ناسى؟ ايه اللي شقته وعصرته؟ ده اخوك اللي شقيته وحصرته. ما ينزلش كميه الدم دي، ده هم بيتاجروا. فده يحق لك تعمل اللي عملته. عملت ايه؟ عملت ايه؟ اخوك الجهاز شغال جوه، تي 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 هيموت خلاص، وانت بره الدم انتهى. بتبيع كيس الدم بتاعك يا ادم؟ اللي بيديهم دم بيدوا له كيسين عصير. كيسين عصير؟ قتلت اخوك عشان علبتين. علبتين عصير عندي جوه كمان ما شربتهمش يعني؟ قتلت اخوك خدت عصير ذكرى بس يا ده. هو كان ده عمره، اصل ده عمره. أيوة ما تدخلش. أيوة. ده اعمار، ده بيبقى قبل ما يتولد معروف عمره. ايوه سامسونج. وانت معروف عمره. لا ان شاء الله. لا انت هتقتلني عشان مهلبيه اكيد عصير. يلا يا عمي يلا. الله الله. ما عملت له عزا ولا عملت حاجه؟ يا ده انا عملت له نعي في الجرنان الاهرام في صفحه 15. إنت؟ صفحه الوفيات بتاعه العائلات. انت عم رمضان عملت نعي لاخوك في الجرنان؟ الله يرحمه. ازاي ده بيحاسبه بالكلمه؟ ما عشان كده. عشان كده ايه؟ عملت له نعي. كتبت فيه ايه؟ كتبت هيه. أيوة. وكنت عايز اكرم بقى ايه عمك التاني ده يشاركني في النعي عشان يكتب دنيا فتبقى ايه دنيا. رفض. لا ثواني بس، بخل. انا مواطن مصري تمام، نزلت اشتريت الاهرام وفتحت صفحه الوفيات 15 وبقى بقى انتقل الى رحمه الله المهندس كذا، وانتقل الى رحمه الله الاستاذ كذا، وهي وانتقل الى يعني واحد يمسك يقول ده مات وده مات وده مات وده مات. انت بتضحك الناس على اخوك بعد ما مات. الله يرحمه، الله يرحمه. اتنين ايه؟ اتنين ايه؟ اتنين ايه؟ مش هتفرق. ايه الاتنين ايه؟ عمي لما اموت ما تكتبليش حاجه. ما طبعا هديك جرنان ابوك. ايوه ما هي ايه دي تمشي على اي حد. صح. يقول لك عاش مضحكنا ومات مضحكنا، والله ايه ايه؟ يلا ايه ايه.